عندنا يعني 4 عناصر هيبقى من الصعب لحقهم بالمباراة القادمة. يعني أولهم محمد نجيب، ثانيهم شهاب وشريف عبد الفضيل وأحمد صديق، برضو فرصهم قليلة، وطبعا الخامس رامي ربيعي. طب بالنسبة لشهاب، طبيعة الإصابة هيقعد قد ايه؟ طبيعة الإصابة هي كدمة شديدة في العضلة الأمامية، يعني استتبعها أنه في نزيف حصل في العضلة. هو ده الأمر المزعج في الموضوع اللي إحنا لازم نتغلب عليه بسرعة. بنصنفها إحنا زي crushed muscle نقول عليها، يعني كأنها عضلة مفرومة كده. الأمور تحت سيطرة دلوقتي بالنسبة لشهاب، لكن بعتقد أنه فترة العلاج يمكن تطول لثلاثة لأربع أسابيع لما نتغلب بها أولا على حالة النزيف، ثم ننتظر التئام العضلة بشكل يسمح به بمشاركة بشكل طبيعي. يعني وشريف عبد الفضل؟ شريف يعني هي تقل حصل في العضلة الأمامية في آخر تمرين، ما احناش شايفين إصابة صريحة بالفحص الإكلينيكي، لكن طبعا في انتظار اختفاء شكوى اللاعب الوقت يمكن كان ضيق 2 أو 3 ان انت تسيطري على الحالة دي. لكن بعد المباراة القادمة عندنا 12 يوم توقف نستطيع ان نجهز فيها مثلا يعني 2 أو 3 من المصابين. يعني يمكن شفناه شريف داخل دلوقتي بعد التمرين بعد ما خلص، طبيعة التدريب بيتدرب ايه؟ لانه شريف بيعمل برنامج علاجي فهو مش مرتبط بالمجموعة، المفروض انه يكون متواجد في نفس التوقيت لكنه تأخر شوية، هيقوم بالشغل العلاجي بتاعه دلوقتي وشغل ملعب بس بضوابط علاجية. يعني أحمد صديق؟ أحمد يعني نتمنى إن شاء الله إننا برضو نسيطر على الشد اللي موجود في العضلة الأمامية في خلال 12 يوم. إحنا بناخد بالأحوط، يعني مش هندفع به في المباراة القادمة، لكن في 12 يوم نستطيع إن شاء الله إننا نجهزه. يعني إن شاء الله رامي ربيع قدامه هي يعني التجهيز هيبقى مع المنتخب ولا معانا؟ والله إحنا ما عندناش إشكالية، يعني هو رامي ربيع شغال دلوقتي، كان الدكتور أسامة الشاعر طبيب المنتخب يعني تواصل معايا، فقلت انه احنا ما عندناش اشكاليه انه رامي يسافر معاهم اسبانيا بس للمجرد اللمسات الاخيره في البرنامج العلاجي ويطلع معاهم في معسكر المنتخب وبعد كده يشارك معاهم بشكل طبيعي. يعني بعد كده طلبوا ان هم ياخدوه بدري شويه وهم مجهزين له يعني وحده علاجيه، يعني بحيث ان هو يخضع لعلاجات مكثفه. فيعني الامر ده نتشاور فيه مع الاداره هنا ونشوف بقى يعني نسمح بيه ولا لا.